ينضم إلينا حول هذا الموضوع المحلل السياسي فيصل بوراجة. بداية نرحب بك في نشرة الأخبار. أهلا وسهلا بك. نعم، كيف راقبت تفويض القبائل الليبية للقوات المسلحة في تأمين الموانئ النفطية؟ نعم، نجد أن الحراك الذي حصل بالأمس هو امتداد لحراك الذي تحرك قبل قرابة 5 أشهر والذي نجم عنه الإقفال، وبالتالي الحراك المجتمعي إذا جاز التعبير والتسمية هو نتيجة لمعرفته والتخوف من ذهاب هذه الإرادات إلى المصرف ليبيا المركزي وإلى الميليشيات التي نراها اليوم تتكالب على طرابلس. هذا التفويض يأتي ضمن سياق عام ورؤية عامة، ثقة الناس في المؤسسة العسكرية، ثقة الناس في القيادة العامة، ثقتها في أن تتحرك في اتجاه الفترة القادمة من خلال المفاوضات وإعادة توزيع الثروة. هذا الاقتصاد الريعي والمهم، حيث يعلم الجميع بأن ليبيا إيراداتها تمثل 98% من النفط ومشتقاته. وبالتالي هذا الحراك يأتي ضمن ثقة كاملة بأن لن يساوم أحد على هذه الإيرادات الخطيرة جدا، وبالتأكيد سوف يكون هناك تنسيق وتناغم مع قيادة مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يتناغم مع القائد العام في تحديد الأهداف والاستحقاقات المرحلة. طيب، ما الضمن الآن لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات والتوزيع العادل؟ بالتأكيد هذا السؤال مهم جدا. طبعا هذا يأتي ضمن الفترة القادمة من خلال إعادة المسار السياسي إلى نصابه الصحيح والدخول في المفاوضات، وهذا الجانب الاقتصادي. إذا هناك حديث واضح من قبل الأمم المتحدة، ورأيناها من قبل السيدة ستيفاني، بأن الإيرادات النفطية ذهابها إلى مكان واحد وهو مركز الدولة وعصب الدولة يشكل خطر على الليبيين. الأصوات المتعالية في برقة بالكامل بأن هناك تخوف من هناك أن يحصل الظلم وتكرار للتجربة حوالي قرابة 50 عام، ولكن هذا الحضور وهذا الزخم حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في القيادة العامة للقوات المسلحة وفي المشير حفتر يضع نصب اهتمامه. أيضا استطاعوا التأثير وأقناع دول الجوار، رأيناها في مبادرة الرئيس السيسي، رأيناها في حديث في كثير من الدول بأن الإيرادات النفطية سوف تكون في محلها. وبالتالي رأينا الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المقال، رأيناه بالأمس في اسطنبول ومقابلته للرئيس التركي. نعم. إذن هذا الأمر حرك المياه الراكدة ووضع الأمور في نصابها في اختيار الجهة المفاوضة الصحيح في التوقيت الصحيح في المكان الصحيح. نعم، إذن المهتم بقضايا الأمن القومي فيصل بوراجة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.